بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن إجابة سؤالين. بعد إذنك يا دكتور، أنا عايز منتج أوميجا 3 كويس، بس الأسعار بعد دلوقتي غليت وكده. تاني نقطة، أنا عامله عشان الدجريزيان شركة أمون غلي من 138 ل 266، يعني حوالي 125 جنيه زيادة بين يوم وليلة بقى وكده، اللي هو غلي الضعف تقريبا وكده. فتمام، فأنت المنتج اللي أنا برشحه أو منتج كويس ما بين يعني احسن حاجه وما بين الكويس، فهو انا بحطه هنا في النص. تمام، الا وهو منتج اسمه اوميجا ساجا. اوميجا من اوميجا 3 وساجا من ساجا فارماسيوتيكال. التركيزات في الاوميجا هنا كويسه جدا، مع العلبه كده من بره 1250، من بره من ورا العلبه هتلاقي كاتب مثلا يعني 2 كبسوله، فانت الارقام دي اصلا بتقسمها على 2. الفكره برضو اللي كل الناس بتعملها، يجيب الورق المنتج ده والمنتج ده ويبص على الارقام هنا والارقام هنا ويقارن بقى ويختار المنتج اللي على منه اصلا، يعني وضحك عليه اصلا وكاتب الكبسوله عاملها كبسولتين. تمام، فدي نقطه مهمه قوي. فسواء 900 او 600 او 300 تقسم على 2، وبعد كده تقسم على 1250، هيديك في الاخر 72%. الديجريزيان 84، فرق تقريبا يعني 10%. فهو منتج كويس بالنسبه مثلا لحاجه زي سيديكو، حاجه مثلا زي ليمتلس ناتشورال، فهو اعلى منهم، فهو يعتبر منتج كويس. تمام، ساجا منتجاتها كويسه جدا في مصر، يعني لو في منتج انت عارفه وساجا بتقدم منتج تاني، اختار بتاع ساجا. كقيمه مقابل سعر بتقدم قيمه كويسه في مصر، هي مقرها في السعوديه برضو، بتحقق مبيعات السعوديه حلوه قوي. تمام، نرجع لموضوع بقى الاوميجا 3. تمام، احنا قلنا ساجا، تمام، اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي 180 جنيه، يعني الشريط ب 60، فهو كويس لحد مثلا شورت تيرم، يعني حلو قوي. بالنسبه لمنتجات الاوميجا، احنا عندنا، احنا قلنا 5، الرقم الاخير خالص ده اللي في القاعده اللي هو بتاع شركه سيديكو، اللي هو الاوميجا 3 بلس، المنتج العتيق اللي بيحقق مبيعات كتير جدا، يعني هو محتاج اوميجا يعني كده. بعد كده احنا قلنا ليميتس ناتشورال اللي هو شركه ايفا. تمام، بعد كده عندنا ساجا اللي هو عامل 72%. تمام، بعد كده احنا قلنا الاوميجا. الاوميجا مشكلته اللي هو غالي، يعني هو اغلى من المستورد، يعني 450 جنيه عشان الحاجات التانية اللي معاه. تمام، وعندنا ديجريزيان بقى 266، احنا قلنا 84%. تمام، فالفكره دلوقتي يعني اللي انا عايز اقوله ايه، انا عايز منتج كويس. تمام، عايز منتج كويس في اوميجا 3، اكيد مثلا اقول لك اوميجا ساجا. تمام، هيكون حلو قوي، هو وسط. طب انت مثلا بتفكر على المدى البعيد وكده وعايز منتج كويس عندك، شوف مثلا ناو ناترول اللي هي البطرمانات بقى المستورده اللي هي 100 قرص او 90 قرص، انت بتحسبها بحسبه بسيطه جدا، يعني بتبقى اكيد يعني من كتر الفيديوهات اللي بتجي لك من كل حته، سواء مثلا انستجرام، سواء تيك توك، سواء هنا مثلا على اليوتيوب، فانت بتحسبها يعني بسيطه. طب في مثلا 10 حبوب زياده، طب في اوفر حتى في الاوميجال، كنت عامل فيديو على الاوميجال هسيبه لك تحت هنا في الديسكريبشن. لا، كان شركة ناو كان في عليها عرض تقريبا ال 30 قرص كانوا ارخص من ال 30 قرص التانيين بتوع اوميجا. تمام، فخلاصة الفيديو ده ايه، انا هحاول مثلا بلمهولك خالص، يعني خلاصة الفيديو ده ايه، احنا هنا اتكلمنا عن منتج اوميجا 3 كويس، الا وهو الاوميجا ساجا. تمام، منتج كويس ب 180 جنيه، فبالنسبة للاسعار فهو كويس. بتاع امون يعني هو يعتبر احسن حاجة. دي نقطة. آخر نقطتين بقى اللي هو نقطة المستورد والمصري، أنت بتحسبها 30 قرص، بتحسب مثلا تقسمها على كذا وكذا، بتشوف بقى النول أوفر لك والأحسن لك. آخر نقطة خالص، إزاي أعرف إن المنتج ده الأوميجا 3 حلو ولا وحش ما بين سيديكو، ما بين ما بين ما بين ما بين ما بين المستورد؟ الريفيو. الريفيو مثلا ما يكونش مثلا على تيك توك، على الانستجرام معايا برضو، يعني برضو يعني نفس الفكرة. شوف حد زميلك خده وجاب معاه نتيجه ولا لا، احكم انت بنفسك. يعني انا دلوقتي جربت منتجين او 3 منتجات من الاوميجا 3 او واحده زميلتي او ايا كان. تمام، جربت المنتج جاب معاها كويس ولا مش كويس، هتعتمد على الريفيو. ممكن يكون يجي 100 واحد شغالين في نفس الشركه ادوا تقييمات عاليه، هتعتمد على الريفيو. ممكن واحد مثلا دافعين فلوس للبلوجرز والانفلونسر عشان يقول لك المنتج ده واوي. هي كل الفكره هنا عندي في القناه، بجيب مثلا بشوف اللي هو يعني كام في المية، طب التركيزات عاملة ايه، ممكن التركيزات مضروبة في السما خالص وكنتيجة وتأثير مفيش. فالعامل الوحيد اللي يديني منتج كويس الا هو المريض بجد، المريض اللي استخدم المنتج وفرق معاه، مش استخدم المنتج. تمام، والحاجات اللي معاه اللي ادتني تأثير والمنتج ذات نفسه ما عملش حاجة. فتمام، فانت بتختار اوميجا 3، انا قلت لك دلوقتي التركيزات،
قلنا الديجري زين 84، الاوميجا 82، وده 72، الليميتلس كام؟ 65، والسيديكو 22%. تمام. وفي طبعا يعني اكيد برضو منتجات اوميجا 3 تانية. فده كان الفيديو عموما على منتج اوميجا ساجا، وازاي ورا العلبه بيقول لك بيضرب لك في 2 عشان لما تيجي تقارن، مع ان اصلا 900 على 2 450، 600 على 2 300، وبعد كده 300 على فبتقسمها كلها تلاقي مثلا 72% ولا حاجه. تمام، يعني 900 على 1250 مش عارف. تمام، اتمنى تكون انت استفدت من الفيديو او طلعت منه بحاجه، بالذات على لاين الاوميجا 3. وبرضه يعني ما بين الكبسولات وما بين الكبسولات وما بين التركيزات بقى وكده، يعني ممكن مثلا تدخل الاكل. الاكل طبعا يعني تشوف يعني اعمل سيرش بسيط، تخش على جوجل شوف الاطعمه والحاجات اللي فيها اوميجا 3، السمك. طب السمك بيفرق من نوع لنوع. تمام، وبس كده، شكرا كتير.